السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمركم يا شيخنا. وياك تفضل. كنت حابة أسأل بس عن كفارة يمين. هل إذا شخص مثلا حلف على شيئين بقسمين مختلفين ثم حلف فيهم فالآن عليه كفارتان، تمام كده؟ على شيئين مختلفين؟ نعم. كل واحد عليه كفارة. قسمين مختلفين. كل أمر عليه كفارة. نعم. إذن شيخنا هل هو الآن معاه كفارة إطعام واحدة؟ يعني ما ماله يكفي إطعام كفارة واحدة؟ طيب يكفي الكفارة واحدة ويصوم عن الثانية. تمام، شكرا شيخنا. جزاك الله خير يا وليد سيف.